السلام عليكم. بنبدأ يا جماعة التوعية، بس الفيديو دوت انا هنزله هعمله على القناة عندي. يا ريت كلنا يبقى في عندنا توعية ونفهم ازاي غسل الايدين، ازاي ان انا ابعد عن الحاجة اللي تأذيني وتأذي اسرتي واخواتي واهلي واصدقائي. فبلاش نزول الشارع لو تكرمتوا في خلال الاسبوعين الجايين دول. اولا احنا خايفين على داخلين على يعني شهر كريم، مش عايزين حد يفقد حد من اخواته من اهله من اصدقائه. فربنا المستعان يا رب، ويحفظ مصر وشعبها واهلها كلها يا رب العالمين. هنبدا غسل ايدينا يا جماعه. اولا ايديا بتبقى بالوضع دوت والصابونه في ايدي. بعد ما بغسل باطن الايد من جوه باخد من بره بنفس الوضع ده مع فتح الصوابع ودخل الصابون في الايد، بعكس ايد العكسية نفس الوضع كده. بعد كده هوت بقوم جاي اخد الصبع الكبير بنفس الشكل بالماء والصابون والايد العكسية. بعد كده صوابع ايديا بالشكل ده كده يا جماعة، عشان لو في صابون لو في ميكروب داخل الضوافر يطلع. وبعكس. وبعد كده هوت بشبك ايديا وبشتغل بالشكل ده. بعد كده بغسل ايديا بالمية عادي. حاجة تانية يا جماعة، يا ريت كل يوم نعملها كل ربع ساعة، يا ريت غسل الايدين دوت، دي وقاية من الميكروب. الميكروب يا جماعة ممكن نكون حاطين ايدينا على ترابيزة على سطح على اي حاجة، الميكروب بينتقل عن طريقه. الحاجة التانية، عايزين طبق او كوباية كده يتحط فيها مية دافية، يتحط فيها 3-4 معالق ملح، نص ليمونة، شوية خل، ويتقلبوا. عندنا حاجة زي دي كده، السلاكة بتاعت الودين اللي هي بتتجاب من الصيدلية في علبة شبه دي كده بالشكل دوت من الصيدلية يا جماعة، بتتجاب بدال اللي هي السلاكة بتاعت الودين. فانت بتحطها في الكوباية او الطبق وبتشتغل بيها على مناخيرك دي، عشان خاطر تفتح مكان الاستنشاق بتاع المناخير، بدل مناخيرك تبقى مكتومة او تبقى جافة او كلام، لازم تبقى مناخيرك رطبة عشان خاطر ما يخشش فيها ميكروب او حاجة. فباستمرار يا جماعة بنبدأ نشتغل عليها 3-4 دقايق. بعد كده يا جماعة نغرغر بالمية، بنشرب بق كده صغير وبنغرغر، المهم ما يخشش حلقي. وبعد كده بتوفه تاني مرتين ثلاثة. يا ريت نعمل دي يا جماعة في اليوم بتاع 3 أو 4 مرات مع غسل الايدين، وان شاء الله ربنا مش هيجيب حاجة وحشة، ويا رب احفظنا واحفظ كل المسلمين وكل شعب مصر الطيب المحترم. والف شكر يا جماعة. السلام عليكم.